قامت مؤسسة اتصالات الجزائر بتقديم هبة إلى الصيدلة المركزية لمستشفيات تمثل في مستلزمات طبية لصالح عمال قطاع الصحة، وجرت مراسيم تقديم هذه الهبة بحضور رئيس المدير العام لاتصالات الجزائر حسين حلوان والمدير العام للصيدلية المركزية دكتورة فاطمة وقتي. التغطية كانت لعادل غضبان. أن أعطي لمصالح الصيدلية المركزية المستشفيات هذه الهبة التي من طرف اتصالات الجزائر التي تمثل في مستلزمات لتمكين العمال مصالح الصحية لمكافحة الوباء الكوفيد 19. وهذه العملية تأتي ك اون كومبليمون عمليات أخرى التي قمنا بها كمنح كمامات صحية لفائدة المديريات التربوية عبر كل التراب الوطني لتمكين أولادنا التلاميذ الذين قاموا بالامتحانات المتوسطة والذين سيقومون بالامتحانات البكالوريا. Aujourd'hui, on reçoit un don d'Algérie Télécom qui a bien voulu aider donc le secteur de la santé, qui a apporté sa contribution contre la lutte contre le Covid en faisant un don de 20 000 blouses de non-tissés.